السلام عليكم ورحمة الله. الاسم نبيل خالد، مرشد سياحي غير نظامي بمدينة فاس. احنا جينا في هذه الوقفة هذه اليوم باسم التنسيقية الوطنية للمرشدين السياحيين غير النظاميين، تندو فيها بعمل اللي قاموا بها بعض المجرمين اللي كيستهدفوا الاستقرار ديال البلاد. وهذه الجريمة اللي حصلت في حق سائحتين من دولة الدنمارك والنرويج، حنا تنقولوا للجميع للرأي العام المغربي ولا الدولي بأن المغرب ما كيتعرفش بهذا الأعمال هذه ديال العنف. حنا الحمد لله دولة مسامحة، دولة اللي تتعطي للسياح ديالها كل ما هو تعطى للإنسانية. ولهذا تنقولوا بأن كل أعمال العنف اللي وقعت في إمليل في النواحي ديال مراكش راها ما كانت لا تمت بصلة بالدين الإسلامي ولا بالثقافة المغربية. لهذا أنتم كتشوفوا الحمد لله كلنا المرشدين السياحيين الغير النظاميين واقفين وقفة واحدة وتيقولوا لا للعنف ولا للإرهاب، وعاش الملك وعاشت الأسرة العلوية ودام المغرب بخير إن شاء الله بحول الله.